أسبابهاس إلهي دتك دم بيجا وجود دافو وأقوال لجوهات الله هيو هي أعمال لسمينا هيو وإلهي كتاب كيسية السنة النبي صلى الله عليه وسلم إن لك وجود شيء وحقوه الرأي الإيمان والعمل الصالح قفكو أنتو إلهي الرميسي هاي أو إيمان إيمان كيسو إلهي الرميسي هاي أو مؤمن أوي هاي عمل صالح أنا أقول إيمان أيه دم بجيس إلهي وعافية وح إلهي أولي هاي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم كو إلهي الرميسي أنت الأمرين الرميان الرميسي أعمال صالحة ليمد وأن أسترينا أو أسترينا أو أضافينا أو أضافينا سيئات كي يدنبيه ذو أيان أضافينا ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون آخرنا وحالو أمال مرينيا أو لو أمال مرينيا وحي عمل وناكسنو أي لي مادين كي سأقو وناك بضن أي لو أمال مرينيا أي هيلي ولذلك بأن نبي قوحي عليه الصلاة والسلام تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. شندا إرده إذا عيال فراء مالنتا إثنينتا يا مالنتا خميستا. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. إلهي وحودا بدافيا. قف كستو إلهي أن أشرك يلهين إلهي وأدافيا. ما دام إيماني عمل صالح أو ليمد شرك أنا أكدر هذا إلهي دمبي سوى دافيا. وحاكم إذا ما حياتك إن كبائر تقفك كديرادو هدو كبائر تكديرادو والله لا فيا صغائرته إلهي وحليا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم هدات كديراتان دنبيا دواوين ولا إذن كريبي هو اللي إذن كريبي يكو دواوين كهدات كديراتان سيئاتك وان إذن دافينا نبي قلنا وحلي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صلاة شنطة رمضان كإلى شمعة إلى شمعة كله رمضان كإلى كيسة كله أنت ودح حيس أيا الله ودافع قفك هدو كديرادو كبائرتا يا دنبيدا واوين هدو كديرادو وحاكم إذا الدنبي ذا وحيالها ترتروك بابئنا هي التوبة الصادقة توبة كان ربا هدا لتماندد إلهي وكو دافيا دنبي هدات كتوبات كنت إلهي سبحانه وتعالى وحيون هشيغي الدوم ذا عباد الصالحين إليهن كو إلهي غير كيس أن عابدين إليهن كو أن زنيسن إليهن كو إلهي أن أشركيال مركز إلهي وحيون سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قف كاس لي سمايا دنبقا والله عذابيا وانا الله والله الله بيا وحا إلهي أكدبا مريي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا قف إلهي النقضي أو التوبت كاني أو سمايا عمل صالحا أو ونكسن كواس إلهي النقضي أو طابت كيني سيئات كودي حسنات أيا اللوغ بدليا إلهي وأضافها حسنات بان إلهي سبحانه وتعالى أوغ بدليا وحاكم إذا وحيالها الدنبق إلهي أوكو دافه وأمد إلهي أوكو دنبق دافه إنه قفك استغفار لي ماذا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كإن بضن أيونه أمريا إنه استغفار تلن ماذا إلهي نوحو نوشيغي سبحانه وتعالى حديث القدس وحو كل إيهي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار الضوما ذي يوهبين يمال بواد قفيسان وأنا أغفر الذنوب جميعا دنبي يدى دمان تودنا أنو قوان دافا فاستغفروني أغفر لكم إويديس إنا ندين دافه وأنا دين عفيه دنبي دافي ويديس تأنا دين دافه إلهي باكونا دين إياه ما دام أعطي بني آدم دنبي قول لحريره وهبين إيا مالين بقفهية إلهي وحو كله يا دنبي أوردن أيان دافا أنيقا إيوهي ديس تواني دين دافا تاسينا وحويان إن قفكو استغفار تأوبت صدو وحاكم إذا أسبابها إلهي دنبي قول دافا ويساقاتك أيا كم إذا وحو النبي قولي عليه الصلاة والسلام من توضع هكذا
markii nabigu weysa qaatay oo saxaabada uu barayba wuxuu yiri qofkii sidaa uu weysa qaata ghufira lahu ma taqaddama min dambi qofkii la yimaadad weysa qaadkii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo qaabkii nabigu uu weysa qaadan jiray uu weysa qaata wuxuu nabigu yiri waxaa loo dhaafaa dambigiisii waa loo dhaafaa hore waxaa ka mid a asbaabaha ilaahay dembiga ku dhaafo assalaatu waalmashyu ilayha salaada iyo in loo socdo salaada iyo aadidda la aadaya masaajidda ilaahay dembiyada waa ku dhaafaa walidaalika baa nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam alaa adullukum calaa maa yamxu llaahu bihi alkhataaya war miyaanan idin tusahayn oo idin barahayn waxa ilaahay uu ku tirtira dembiyada wayarfacu bihi darajaat qofkana ilaahay darajaadka jannada ugu kor yeelo saxaabadu waxay yidhahdeen balaa yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay ow inaanan tusahayn iska daayay ina tus oo inoo sheeg waxa ilaahay dembigana ku dhaafayo darajaadkana ilaahay noogu kor yeelahayo markaasaa nebigu yidhi isbaaqu lwuduu'i cala almakaari weyse qaadka oo lagu xeel dheeraado weliba xilliga biyuhu qabowga yihiin iyo jawigu qabowga u yahay oo qofku uu dhibsanahayo inuu si fiican u weyse qaato wakahratu lkhutaa ila almasaajid tilaabada masaajidka loo qaadayo oo la badiyo oo qofku mar walba uu ka caado dhigto inuu ku noqnoqdo masaajidka waintidaaru salaati bacda salaa fadalikum ribaad qofku salaada markuu ka baxo inuu salaada kale ku sugo oo qofku uu noqdo qof xabisan oo difaac ku jira oo xabi naftiisa masaajidka iyo khayrka ku xabiso oo uu ahaada mid salaad intuu dhammeeya salaad kale masna sugahaya masaajidkii buu soo gelayaa waa sunaysanayaa naftiisa ayuu xabisayaa tii kale ayuu ku sugayaa kuwaasi waxay ka mid yihiin nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwa ilaahay dembiga ku tirtiro qofkana ilaahay darajaad sare ku siiyo waxaa ka mid a waxyaalaha ilaahay qofka ugu dambi dhaafo assadaqa inuu qofku sadaqada bixiyo ayaa ka mid ah wuxuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wassadaqatu tudfi'u alkhati'a kamaa yudfi'u almaa'u annaar sadaqadu waxay damisaa dembigay kaa damisaa iyo gafka ayay kaa baabi'isaa sida biyuhu dabka ay u damiyaan oo kale waxaa ka mid a alxaju waalcumra qofku inuu xajka iyo cumrada aado wuxuu nebigu yidhi taabicuu bayna alxaji waalcumra fainahumaa yanfiyaani alfaqra waaldunuub isdabadhiga oo joogteeya xajka iyo cumrada aada waxay cayriyaan faqriga iyo dembigay qofka ka kaxeeyaan sida waxa weeyaan birta marka la soofeeyo wasakhda looga dhaqo oo waxa weeyaan soofuhu uga baabi'iyo waxa mirira oo fulay ayay waxa weeyaan xajka iyo cumradu qofka dembiga ay ka dhaqaan faqrigana ay ka cayriyaan waxaa ka mid a masaa'ibta qofka mu'minkaa ku dhacaysa qofkii waa xanuunsanayaa jirka ku imaanaysa maalkiisii baa dhibaata gaaraysaa gurigiisii iyo awlaaddiisii iyo ahalkiisii baa dhibaata ku dhacaysaa waxyaalo masaa'iba oo ka nixiya ayaa soo marahaya ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiga ayuu ku dhaafaa wuxuu yidhi abuu hurayra kama fii saxiixi muslim markay soo degtay aayaddan man yacmal suu'an yujza bih qofkii dembi sameeya oo xumaan sameeya waa laga amaalmarin waa lagu ciqaabaya saxaabada aayaddaasi markay soo degtay aad iyo aad bay u cabsadeen haddii qofkii dembi sameeyaba waxa weeyaan dembigaa uu sameeyay lagu ciqaabayo aad bay u baqeen markaasaa nebigu yidhi qaaribuu wasadiduu dhexdhexaysta oo waxa weeyaan dhexdhexaadka sharciga ilaahay xadgudba xadgudbinina quluwiga iska ilaaliya dhexdhexaysta oo toosnaada fa fii kulli maa yusaabu bihi almuslimu kafaara wax allaale iyo waxa qofka mu'minka ah ku dhacaya muslimka oo dhibaatooyin ah kafaari u yihin waa loogu dhaafay hadduu dambaabay oo dhibaato ay ku dhacday dhibaatadaas ayaa ilaahay dembigii ku uu galay uga dhaqahaya xataa shawkati xataa nakbati yunkabuha turunturada iyo kufidda la kufinahayo uu ku fahayo qofka muslimka ah xataa dembidhaaf baa ilaahay ku siinaya wa xataa shawka yushaakuha qodaxda mudaysa oo lagu mudahayaba allaha ka dhige dembidhaaf baa laga siinaya macnaha qofka muslimka ah dembigii maadaama uu ka dhacahayo waxaa dhinac socda waxyaalo isaga dhibahayo oo masaa'ib ah oo ilaahay dembiga uga dhaqahayo waxyaalahaasi haba yaraadeen qodax mudayba ha ahaadeen
كفيد يرى وكفي بها أحد إلهي سبحانه وتعالى ما إلا نجم هيا حواجاك أسقفك مؤمن كاي نبكى وكل يمد إلهي كده يعم هيا دم بقى إلهي وقد أقاهي وحكم إذا كفاراتك الصيام قفك إنه الصوم وحن نبي قيل عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك رمضان كالصوم سقو إلهي سبحانه ميسا كأجر حساب صنية دم بقى سايا الله قدافة طوان كاسي وحي كم ذيهين وحيالها قفك إلهي سبحانه وتعالى وقد دم بدافة ما دام مرك قفك مسلم كاها ويهي قف مرك دم بقى كل عهاية او مركز تدن بابهي او هبين يا مال بقفهي مسنا الهي الرحمه ديسا يا نحريس ديسا وحا لوغو ديقي انتاس او وحيالود او كلا دوون او مسنا الهي اوغو نحريسنا هيو او دنبيغا او دقهايو وا ان مركه ولا ليال كفايديسنا انينو توبد لنيمانو انينو عملك صالحه كوديدالنو انينو صدقه ان بدسنو انينو صلاه ان بدينو صلاه مساجد سعودكيده انادين ان بدسنو إنا وحا ويان كبائر تكديرانو إنا إنو وحا ويان استغفار تعام بغنو كل قد وحا ويان الماحيات هو قفك الدنبقة كتر تراها يويان إلهي سبحانه وتعالى هنا وافتي.